اوكي نرجع تاني. احنا دول تو equation، الفرق بينهم ده lesson number 3. الفرق بينهم ان احنا عندنا كان ال lesson 1 هنا x باور 1 وهنا x باور 1، كانت x و y والناحية التانية كانت x و y. المرة دي بقى عندي x و y باور 1 اللي اسمها first degree، والناحية دي اسمها second degree عشان هنا باور 2. أول حاجة أنا بستخدم الـ substituting method، يعني بحاول أخلي الـ x equal y أو الـ y equal x. فأنا لقيت إن عندي الـ x positive، فالـ x equal 1 plus y. ده عملنا عادي commutative، بديناهم عادي في الـ plus، يعني تبقى y plus 1. يعني ينفع نشيل الـ x دي اللي هنا ونحط مكانها الـ x اللي هنا، نحط مكانها إيه بقى؟ y plus 1. تمام؟ هنجيب بقى الايكويشن دي ونحط مكان الاكس واي بلس 1، فيبقى شكلها ازاي؟ واي بلس 1 باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 13. اوكي نيجي بقى نحل اي حاجه باور 2 بقى، دي ليها سبيشال كيس. السبيشال كيس بتاعتها بيقول لو عندي اكس بلس واي باور 2 عشان تحلها بتعمل الفيرست باور 2، يعني تبقى x تايمز x، يعني دي x باور 2 فيرست تايمز سكند تايمز 2، يعني x تايمز y تايمز 2، وتاخد الميدل ساين يعني تبقى 2xy، واللاست هيبقى بوزيتيف وتعمل تايمز itself تايمز نفسه، يعني y تايمز y يعني y سكوير. ده الايدنتيتي اللي احنا بنحل بيها. اوكي فهنفذ نفس الكلام هنا، دي بقى احلها ازاي؟ y باور 2 يعني عملت الفيرست تايمز اتسيلف او الواي الفيرست سكوير، تمام؟ بلس فيرست تايمز سكند تايمز 2 يعني y تايمز 1 تايمز 2 يعني 2y، تمام؟ بلس 1 اللي هو 1 تايمز 1 ايكوال 1 بلس الواي باور 2، تمام؟ وندخل كمان نيجاتيف 13 معاهم عشان هي بوزيتيف 13، فدخل جوه نيجاتيف 13 ايكوال 0 عشان اوصل لشكل ايكويشن. اوكي دلوقتي عندي كام واي؟ 2 واي باور 2، تمام؟ عندي بقى الواي بس، كوفيشنت اوف واي بس مفيش غير 2 واي، وعندي 1 ماينس 13 يعني دي نيجاتيف 12 أو minus 12 equal 0. أنا فضلت بقى لغاية ما وصلت لشكل الإيكويشن اللي عندي دي. الإيكويشن دي بنحلها عادي، ممكن نحلها بالكالكليتر اللي هي مود 5 مود 5 مود 5 3، تمام؟ ونطلع منها الإيكويشن حلها إزاي. أوكي مين يعرف يحلها بقى؟ طب يا مستر هي 2y سكوير جت ازاي؟ ايه؟ 2y سكوير جت ازاي؟ حاضر عندك هنا في ايه؟ لا هي y سكوير y سكوير وجمعناهم مع بعض. ايوه y سكوير y سكوير جمعتهم مع بعض طلع 2y سكوير. في حاجه حلوه قوي ينفع نحلها، تمام؟ نحلها بالكالكليتر قلنا، او نحلها من غير كالكليتر. هلا من غير كالكليتر عندي حاجه هنا، عندي هايست كاونت فاكتور يعني كلهم ينفعوا ديفايد 2. فيبقى شكلها ازاي بقى؟ واي دي واي سكوير ودي واي ودي 6 واي ماينس 6 ايكوال 0. مين فاكر بقى الفاكتورايز بتاع السنه اللي فاتت؟ لو مش فاكرينه ممكن نستخدم الكالكليتر. اللي هي واي ماينس واي واي ماينس واي هنا واي واي برضو وبنفكر هاو ميني تايمز هاو ميني جيف مي 6 واحده ماينس واحده بلس 2 فتبقى 2 3، تمام؟ وعشان عندي هنا نيجاتيف الكبير هياخد الميدل ساين فتبقى دي بوزيتيف ودي تبقى نيجاتيف. لو احنا مش فاكرينها قلنا نستخدم ايه؟ الكالكليتر مود 5 3 ونكتب مكان الاي
1 ومكان ال B 1 ومكان ال C negative 6 هيطلع لنا الإجابات. تمام؟ هتلاقي الإجابات جاهزة كمان. يعني كده y equal كام بقى؟ يعني كده y equal 2 or y equal negative 3. طيب احنا كده لسه ما خلصناش بقى، محتاجين الاكس. احنا كده جبنا الواي وطلعت الواي 2 solution، طلعت 2 ونيجاتيف 3. تمام؟ فاكيد الاكس برضه هتطلع نفس الكلام. فنيجي بقى للايكويشن اللي احنا كنا شغالين عليها اللي هي دي اكس equal y plus 1. هنشيل ال y ونحط مكانها مره 2 مره نيجاتيف 3. يبقى الاكس ايكوال كام بقى؟ 2 بلس 1 2 بلس 1 اور نيجاتيف 6 بلس 1 اور نيجاتيف 3 بلس 1 نيجاتيف 3 بلس 1 يبقى يطلع 2. يبقى كده السيت اوف سوليوشن عندي ايه بقى السيت اوف سوليوشن؟ سري ونيجاتيف 2. السيت اوف سوليوشن عندي الاكسات مع بعض تمام والواي برضو لوحده تمام. يعني الاكس الاكس هنا بكام؟ ب 3 ونيجاتيف 2. 3 لا هناخد الاكس مع الواي بتاعتها اللي احنا جبنا منها اللي هي واي 2. يعني 3 و 2 والناحيه الثانيه بقى نيجاتيف نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 3. ده السيت اوف سوليوشن. اوكي